قال لي قدش قال لي يا حلوة يا اللي كوم استحل قال لي قدش قال لي يا حلوة يا اللي كوم استحل قدش قال لي يا حلوة يا اللي كوم استحل قدش قال لي يا حلوة يا اللي كوم استحل قدش قال لي يا حلوة يا اللي كوم استحل كوم استحل كوم استحل كوم استحل كوم استحل محسن؟ أيوة محسن، أخيرا قدرت أقابلك من ورا بابايا. يا بابايا حبيب قلبي روح قلبي، هو ده اللي انا عايزه بالظبط. والله كبلي الباقي بسرعه عشان ورايا معاك. عينيا يلا يا ابني الشوط الثاني يلا 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 يا حبيبي يلا استاذ رجب. في معجبات عايزين يسلموها لحضرتك. قلت لك الف مره مش عايزه. خليهم يتفضلوا. استاذ رجب كان نفسي اشوفك على الطبيعه من زمان، ممكن تمضي الاوتوغراف ده؟ انا يا حبيبي باين عليك الميجان. ميرسي قوي. تفضلي. انا معجبه بكل ادوارك. شكرا. انت بتشتغلي ايه؟ احنا لسه طالبات في كليه الاداب قسم فلسفه. ما شاء الله دي حاجه عظيمه. في الحقيقه انا غاويه تمثيل لكن هما لا. طب وايه ادوار اللي عجبتك؟ دورك في فيلم نعم نعم يا روحي والملاحيس الثلاثه وبحبك يا بطة. استاذ رجب. نعم. جملة التشت قال بترمز لإيه؟ بترمز دي بقى دي هي بترمز لانقطاع المياه في الأدوار العليا. ده الفن الهادف اللي بيعالج مشاكل الناس. أستاذ رجب. نعم. ممكن تعلمني التمثيل؟ أعلمك. اتفضل يا أستاذ رجب جاهزين. ثانية واحدة هرجع لك حالا. نور يا عم. حلوة قوي بالليتك. هما كل الفنانين بيوتهم حلوة كده. بكرة لما تبقي ممثلة كبيرة وتشتهري هيكون عندك قصر أحلى من ده. العدد الجديد بموت فيها المجلة دي. انت بتقري مين؟ بقرا اسرار النجوم والمخبر المجهول ومذكرات مدام مين. تجنن. لا دي حاجة عظيمة خالص. شفتنيش على المسرح في دور عطيل. لا عندك حق. تعالي بقى اعلمك اول درس في التمثيل. طب ممكن اكلم ماما في التليفون احسن تتوقلي؟ التليفون 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 اهو. تيجي ندور عليه سوا؟ ندور عليه. ندور. أو أيوة يا ماما بكلمك من عند سلوى صاحبتي.
صممت اجي معاها البيت عشان نذاكر سوا. اول لا يا ماما نص ساعة تفهمني الدرس وارجع طوال. ايوه يا ماما. عايزة حاجة؟ باي باي. في صحتك. لازم. الممثلة لازم تشرب. في صحتك. في صحتك. في صحتك. في صحتك. أول درس في التمثيل القبلة. بصي لي. قربي. كمان. احضنيني. احضنيني.